السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راحين نحضروا مع بعض وصفة الغريبية. كنت طلبتوها مني بزاف هذه الوصفة، اليوم إن شاء الله راحين نحضروها مع بعض. نتمنى إن شاء الله أنها راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير، راح نحتاج 400 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، اللي هي 3 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. راح نحتاج أيضا 200 غرام من الزيت، اللي هي كوب يكون معمر. ونحتاج أيضا 50 غرام فقط من السكر الناعم مع رشة من الملح. نجوز الآن شوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. بالنسبة لتحضير الغريبية، كاين زوج طرق لتحضير هذه الوصفة، والاثنين يعني طرق صحيحة. الطريقة الأولى، نخلط الفارينة مع السكر ثم نضيف الزيت تدريجيا. أما الطريقة الثانية، نخلط الزيت مع السكر ثم نضيف الفارينة تدريجيا. أنا بالنسبة لي نفضل الطريقة الثانية أحسن، لأنها حتكون عملية، وأيضا احنا نتحكم في الكمية تاع الزيت، لأنه لو كان نخلطوا الكمية تاع الفارينة مع السكر وكانت الكمية تاع الفارينة كبيرة، ممكن كي تبداو تضيفوا في الزيت، الزيت يكون عندكم قليل في البيت، يعني ما تقدوش تعطوا الوصفة حقها. لذلك لما نحط الكمية تاع الزيت في الأول، راني تحكمت في الكمية تاع الزيت، نقدر نتحكم في بقية المكونات. راح نبدا بسم الله في الأول نديروا الكمية تاع الزيت مع السكر. هكذا نحطوا الكمية تاع الزيت، ونضيف عليها أيضا الكمية تاع السكر. بالنسبة للكمية تاع الفارينة، راني غربلتها يعني باه نسهل العملية. راح نخلط في الأول الكمية تاع السكر مع الزيت، يعني نخلطوهم فقط، نفتحوا السكر جيدا مع الزيت هكذا. نحط أيضا رشة من الملح، وراح نبدأ نضيف في الفارينة تدريجيا، لكن ما راحش نعمل كامل الكمية، دائما كي نخدمو نخلو كمية قليلة يعني في الإناء نتاعكم. هكذا نزيد كمية أخرى. راح نقلب العجين على سطح العمل، وراح نضيف أيضا الكمية تاع الفارينة اللي بقات لي، وراح نضيف ايضا الداخل رشه من القرفه. يعني اللي ما يحبش يستعمل القرفه لداخل تقدروا تستغنوا عليها، لكن نحب ندير لها كميه من القرفه. وفي الاخير راح نضيف لها كميه خفيفه من الخميره الكيميائيه. بالنسبه ليا كي نكون نحضر في الغريبيه في البيت، ما تهمنيش الغريبيه اذا جات مشقوقه واذا ما كانتش مشقوقه، المهم الغريبيه ما تكونش يابسه. هذا ما كان يعني الكميه تاع السكر تكون معتدله، وايضا الكميه تاع الزيت تكون نصف الكميه تاع الفرينه. الان راح نخلط كل هذه المكونات هكذا مع بعض، ولاحظوا الطريقة اللي احنا نعجن بها الغريبية. في الأول نخلطوها كامل هكذا، من بعد راح نبدأ نخدم بهذه الطريقة. لاحظوا يعني باه يتماسك كامل القوام تاعها وتولي متجانسة هكذا. إذا راكم تلاحظوا يعني القوام تاعها بدا يتغير وتبدأ تطرى، يعني العجينة ما تبقاش ناشفة. لاحظوا يعني العجين مازال ما تجانسش مليح. نعاود نقوم بهذه الحركه مره ولا اثنين، وراح يساعدكم في العمل كي تكونوا تشكلوا في الغريبيه. لاحظوا القوام تاعها كيفاش يكون، يعني العجين تاعكم يزيد يطرى، لانه راني خدمت الزيت جيدا مع الفارينه. نعاود نطم كامل العجين هكذا. لاحظوا الملمس تاعها كيفاش يكون كامل متجانس، وايضا حتكون طريه بزاف كي تمسوها، لكن ما تزيدولهاش الفرينه، لانه الكميه اللي عملناها كانت كافيه. الان راح نغطي على العجين وراح نخليه يرتاح حوالي 10 دقائق. هنا العجينه تاعنا راهي ارتاحت، وراح نبدا نعمل في كريات. اللي يحب يوزن العجين عملوا حوالي 50 او 55 غرام في الحبه، يعني الغريبيه تكون شويه كبيره ما تكونش صغيره بزاف. راح نبدا الان نشكل في الكريات. في الاول نقوموا بهذه الحركة فقط، يعني باه نسخنوا العجين تاعنا شوية ونقدروا نتحكموا فيه. ونبدا نقوم بهذه الحركة، يعني نفس الطريقة اللي كانوا يخدموا بها زمان هكذا. في الأخير نبدا نطلع فيها هكذا. لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون. نزيد أيضا وحدة ثانية بنفس الطريقة، نسخنوا شوية العجين فقط هكذا. من بعد نبدا نقوم بهذه الحركة، يعني نحكم العجين ونبدا ندور فيه. نزيد نخدمها شوية فقط بالأصابع.
هكذا. لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون. الان راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ان شاء الله ونرجع لكم في الاخر فقط بواسطه راحه اليد، يعني نعاود نهبطهم شويه فقط اللي يكونوا طالعين هكذا، ما تهبطهمش بزاف، شويه فقط هكذا. من بعد نعمل ثقب صغير فقط في الاعلى، ونضيف ايضا كميه من القرفه. يعني في هذه الوصفه القرفه لازم تكون حاضره لان هي اللي حتمد لها النكهه. راح ندخلها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره ما بين 180 او 190 درجه، لازم الفرن تاعكم يكون مسخن مليح. راح تديكم الوقت ما بين 15 الى 20 دقيقه، حاولوا انكم يعني ما تخلوش وقت طويل بزاف الداخل في الفرن، يعني باه ما تيبسلناش ايضا. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفه تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله الغريبيه تاعكم كيفاش تكون. بالنسبه للناس اللي تحب الشقوق بزاف في الغريبيه، لاحظوا الشقوق كيفاش تكون، مع انه في الوصفه الاصليه ماهيش لازم تكون كاينه الشقوق بزاف في الغريبيه. انا كنت عملت من قبل الغريبيه في الدار عندها حوالي يومين، لكن عملتها بدون خميره كيميائيه. لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون بدون خميره، لاحظوا يعني تكون مشقوقه شويه فقط. هذه عملتها بدون ما نستعمل فيها خميرة الكيميائية، لكن للناس اللي تحبها تكون مشقوقة بزاف، لاحظوا الشقوق اللي يكون فيها. الآن بقات آخر مرحلة وهي أهم مرحلة، راح نشوفوا قوام الغريبية. الآن راح نقسمها بسم الله، لاحظوا معنا القوام تاعها كيفاش يكون، ما شاء الله. لاحظوا يعني بمجرد أني نضغط عليها يعني تولي تتفتت وحدها هكذا. هذه هي النتيجة النهائية الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.